ازاي نقدر نعرف انه ده اذا كان حب حقيقي ولا هو بس انجذاب علشان ما تبقاش فيه يحصل زي ما حصل مع شمشون، لا عايزين كله يبقى زي ما حصل معاه او يبقى حب حقيقي. في 4 أنواع من الحب. النوع الأولاني اللي بنسميه إيروس. إيروس ده حب أناني، زي مثلا أنا لما أقول مثلا أحب الفاكهة، أحب مثلا البرتقال مثلا، أنا بحبه معناه إن أنا بتلذذ بيه يعني، فده ليه يعني، فده حب ياخد بس. في النوع التاني من الحب اللي هو الفيليا، اللي هو الحب المتبادل، ان انا بحب الاخر وهو بيحبني، بس لو الاخر ده بطل يحبني انا مش هحبه يعني، فده حب متبادل يعني. وده طبعا ما ينجحش الزواج، ده للاسف ده المنتشر وده الموجود ما بين الاصدقاء وموجود برضه في الزواج، بس ده ما ينجحش الزواج. ولما بيقول الكتاب المقدس ان الرجل يحب امرأته ما استخدمش كلمة فيليا، استخدم كلمة أغابة لأنها جيلها. ده النوع الثاني. النوع الثالث بنسميه ستورج. ستورج ده اللي هو الحب العائلي، يعني ان مثلا الأب يحب ابنه والإخوات يحبوا بعض والكازنز بيحبوا بعض، احنا بنقولها باللغة الدارجة كده الدم ما بقاش مية، اللي هي ربطة الدم دي. ربنا لأنه الترابط الأسري ده مهم جدا، فحط فينا هذا الحب العائلي ده، ما بنتعبش فيه. ده عطيه من ربنا يعني. الواحد مثلا ايه لو اللي اكتشف كده انه مثلا كان له ابن عم ولا سكن كازن ما كانش يعرفه، اول ما بيشوفه كده بيحس ان في رابطه تكونت معه. اما النوع الرابع وهو ده اسمى انواع الحب اللي هو الاغابي. والاغابي ده الحب اللي هو المفروض يبقى موجود في الزواج. الأغابي ليه 4 شروط. أول حاجة إن هو حب مضحي. الإيروس ده حب بياخد بس. الفيليا بياخد ويدي. الأغابي يدي ولا ينتظر أن يأخذ. صعبة شوية دي يا سيدنا. بس هو ده محبة المسيح للكنيسة كده. يعني ربنا أحبنا ونحن بعد خطى، هكذا أحب الله العالم حتى بذل نفسه. علشان كده لما بيقول أيها الرجال أحب نسائكم كما أحب المسيح الكنيسة، فهنا ده حب اللي هو الأغابي. يعني أنا حتى كتير نقعد نفكر ونقول يعني كتير مثلا من الزوجات يضايقوا من كلمة الخضوع، فأنا بقول لهم اللي ربنا بيطلبه من الرجل أكتر بكتير من اللي بيطلبه من المرأة. ربنا بيطلب من الرجل إن هو يحب مراته لدرجة إنه يموت من أجلها. هو ده اللي مطلوب. إنها مثلا لو قالت له حاضر يعني ده مش مشكلة يعني. anyway نرجع تاني للأغابي. فالأغابي أول حاجة هو حب باذل. إنسان يبقى بيدي وبيبذل وهو مش متوقع حاجة إن ريتيرن. الحاجة الثانية هو حب غير مشروط. يقول المسيح أحبنا ونحن بعد خطاه، ومات المسيح لأجلنا وإحنا بعد خطاه. الحب الثالثة، الحاجة الثالثة في الأغابي إن هو ليميتلس، يعني حب غير محدود، يعني مش مبني على مثلا لون أو ستاتس أو ماديات، هو حب ليميتلس. والحاجة الرابعة بقى دي أهم حاجة ومهمة جدا جدا في الزواج، أنه حب يبدأ في الإرادة وليس في العاطفة وفي المشاعر. يعني يبدأ في الإرادة، يعني أنا أخذت قرار بأن هحب الشخص ده وهحبه. معناه إيه؟ أن أنا هقوم بأعمال المحبة تجاهه. زي ما القديس يوحنا يقول لا نحب بالكلام ولكن نحب بالعمل. مش المحبة مش كلام ولسان، إنما بالعمل. فأكشلي في المشاكل الأسرية لما بنقول مثلا لطرف منهم أنا عايزك تحب الآخر وتقدم أعمال محبة، فلو ابتدى يقدم أعمال محبة حتى لو الطرف الثاني لا يستجيب
بس انا امين في اعمال المحبه اللي انا بقولها. وحتى لو طرف ثاني لا يستجيب، لان ده حب زي ما قلنا ساكريفيشال، في بذل انا ببذل فيه. اللي بيحصل حاجتين، ان مع الوقت ان الطرف الثاني بيستجيب، والمحبه اللي انا خدتها كقرار، ربنا لما بيشوف امانتي في اعمال المحبه هتتنقل من العقل الى القلب، ويبتدي القلب يتكون فيه مشاعر الحب يعني. ف والا ربنا لما قال مثلا فور اكزامبل احبوا اعدائكم، عمره ما هيكون في مشاعر في قلبي اتجاه عدوي في الاول، لكن اقدر اعمل اعمال المحبه، ان جاء عدوك فاطعمه وان عاش فاسقي. فلما بيقولي مثلا كابل يقول احنا الحب ما بدناش نحب بعض زي الاول، العلاج ان هم يبتدوا يدربوا نفسهم على اعمال المحبه، يبتدي هو يعمل اعمال محبه تجاهها وهي تعمل اعمال محبه تجاهه. ده اللي بنسميه الحب الارادي، انا واخد قرار بان انا احب الاخر. فدولت الاربع شروط بتوع الاغابي، ان هو باذل غير محدود، غير مشروط، وهو حب ارادي يبتدئ في العقل وينتقل من العقل الى القلب. يعني ده يخليني سيدنا اسال نفسك، انه هل مش بس الحب انه انا شفت حد فحسيت اني بحبه ومشاعري اتحركت، لا انا ممكن انا ابتدي اخد قرار بان انا احب اللي قدامي؟ المشاعر دي تمشي اكتر مع الايروس اللي هو الحب، ان انا التاني زي ما شمشون قال شي بليزز مي ويل، بيبسطني. فانا لما بشوف التاني ده، بشوف منظره، بسمع صوته، بيحرك فيه مشاعر، فانا ببقى مبسوط. فده ايروس، زي مثلا فاكهه بحبها فبتخليني مبسوط، فده ايروس. انما الاغابي ان انا مستعد ان انا اضحي وابذل حياتي من اجل الاخر. وده يمكن في الزواج اللي بيسموه التراديشنال ماريج، ان ممكن يكون واحد بيتعرف على واحده مجرد ان قالوا له دي من اسره كويسه، وفعلا سال عنها لانها انسانه كويسه الى اخره، ربما ما شعرش بالحب ده اللي هو المشاعر، فبياخد قرار انه هيبتدي بعقله. ايفينشولي الحب ده هيتنقل من هنا لهنا.